اليوم فرحنا كثير للشباب، مش الفوز، الوهج هذا الكبير. الشباب نادي كبير، نادي كبير كبير بمعنى الكلمة، لا يقلل منه انه يحصل فيه اشياء او عدم جماهيريته الكبيرة مثل اربع الاندية. اقول اول شيء مبروك الامير عبد الرحمن من تركيا، هذا الشخص الرياضي الكبير اللي له محبة كبيرة في نفسي صراحة، ووقفته الان مع الشباب يشهد لها التاريخ، ولا انسى وقفة والد رحمة الله الامير تركي في الفترة السابقة، الفترة الذهبية للفريق الشبابي. اليوم العرس هذا الشبابي كان لابد ان يفوز الشباب، ليس تقليلا من الطائف، لكن الملعب وافتتاح ملعب ونجوم الشباب الكبار زملائي الله يحفظهم وابارك لهم ايضا، المستوى في الملعب ما كان على المستوى العالي للفريق الشبابي، لا زال الشباب يحتاج الى الكثير بالتاكيد. يعني على الاقل في الفترة الشتوية ثلاثة اجانب، كان ياغو، كارلوس جونيور، حبيب ديالو، يعني تجيب ثلاثة لاعبين سوبر سيتغير شكل الفريق بالتأكيد. فوز ثلاثة نقاط جدا مهمة. كراسكو منذ حضوره يبقى لاعب كبير كما عهدناه، يقدم أداء عالي جدا، إما يصنع ويسجل في كل مباراة. الطائي تحسن الفريق، لكن وضع الفريق حتى الآن 7 نقاط، تحسن عن بداية الموسم. أتوقع الطائي في الفترة القادمة سيتحسن وسيحقق النقاط، جميل. لكن مع الفرق الأقل، أما الفرق الأقوى منه صعب جدا بهذا الفريق انك تكسب الفرق المقدمه، ولكن الشباب الطائي سيتحسن. مبروك للشباب، هذا النادي الكبير يستحق هذا الملعب وهذا الشكل المبهر، وبالتوفيق في القادم، وهارد لك للطائي.